ظهرت في الآونة الأخيرة دعوات متعددة للحوار مع الغرب من مفكرين إسلاميين وعلماء معروفين بحجة أن القرآن حاور المشركين، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حاور المشركين وأرسل إليهم الرسل لمحاورتهم، فما هو الحق؟ بارك الله فيكم. الحوار لأجل بيان الحق ودحض الباطل لا بد منه. قال تعالى: وجادلهم التي هي أحسن. فالجدال إذا كان القصد منه إظهار الحق ودحض الباطل، وهذا هو الذي جاء به القرآن وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان القصد بالحوار إقرار المشركين على ما هم عليه، إقرار الكفار واليهود والنصارى على ما هم عليه، ونقول نحن وأنتم سواء، أنتم على دين وحنا على أنتم على أديان وحنا على دين، ويجب التقارب بيننا، فهذا باطل. هذا معناه إقرار الكفر وجعله مساويا للإسلام، وأن الأديان سواء، هذا لا يجوز. نعم.